أحسن من خاصيات الحموض وهي تأثير المشعرات في الحموض. ما هي المشعرات؟ ما هذه المشعرات؟ المشعرات هي مواد كيميائية يتغير لونها بتغيير طبيعة الوسط سواء كان حمضي أو أساسي. من أمثلة هذه المشعرات هي عباد الشمس، الفينول الفيتالين، الهيليانتين. قمنا بتجربة على إحدى هذه المشعرات وهي عباد الشمس. نلاحظ هنا في لدينا وعاء، في داخل هذا الوعاء محلول حمضي، فوضعنا ورقة عباد الشمس الحمراء في المحلول الحمضي، فهل تغير لون المحلول الحمضي؟ هل تغير لون ورقة عباد الشمس؟ لم يتغير لون ورقة عباد الشمس الحمراء. بينما إذا وضعنا ورقة عباد الشمس الزرقاء في المحلول الحمضي، هل يتغير لونها؟ نعم، تغير اللون إلى الأحمر في المحلول الحمضي. نستنتج أن المشعر في الحموض إذا غمسناها في محلول حمضي تحمر ورقة عباد الشمس إلى الزرقاء. تحمر ورقة عباد الشمس الزرقاء، أي تصبح ورقة عباد الشمس إلى اللون الأحمر. إلى اللون الأحمر نشاهد هنا ورقة عباد الشمس الزرقاء تحولت إلى اللون الأحمر. أي عند غمس ورقة عباد الشمس في محلول حمضي ماذا يتحول؟ إلى ماذا يتحول لونه؟ إلى أزرق، أحمر، أخضر، بنفسجي. فنقول أنها ورقة عباد الشمس عند غمسها في المحلول الحمضي فيتحول لونه إلى اللون الأحمر.